سلاما للطيبين الذين يثرون عبير محبتهم أينما حلوا، الذين يرون سعادتهم في بسمة يرسمونها وبكلمة طيبة يزرعونها، الذين إذا مروا كراما لم يفسدوا ولم يجرحوا، الذين يصونون الود ويبقون على العهد ولا يتغيرون بتغيير الظروف والأزمان. هم من يصلحون عطب القلب ووهن الروح وما أفسدته الأيام. اللهم أسعدهم أينما كانوا وعافنا وعافهم، والبسهم ثوب الصحة والعافية. طابت أوقاتكم بكل سعادة وخير ومسرة نخبتنا العربية الثقافية. في إطار الأمسيات الفكرية والثقافية التي دأب منتدى النخبة الثقافية العربية على تنظيمها تحت إشراف سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود وبقيادة الدكتور الشريف العجلاني، سيكون الليلة موعدنا مع ضيف مميز وموضوع غاية في الأهمية. يسعدني ويشرفني أن أرحب أجمل ترحيب بضيفنا الكريم اللواء قناص بن أحمد آل سوار، الذي ينحدر من منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، صاحب السيرة الذاتية العطرة والمشرفة والتي هي نتاج المراتب السامية التي تقلدها ضيفنا الكريم، كرئيس للتحقيقات الجنائية وقائد كتيبة الشرطة العسكرية وقائد وحدة الأطفاء والسلامة وآخرها رتبة لواء في العسكرية، ناهيك عن عضويته في الكثير من التنظيمات الجمعوية والإنسانية والتي جعلت من ضيفنا الكريم أحد السادة المقربين من الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، والمؤتمن الأول على شقيقة الملك المرحومة صيتة بنت عبد العزيز، لدرجة إنه لقب بقناص ولد صيتة بن عبد العزيز، وذلك لخصاله الحميدة وأخلاقه الراقية وكفاءته العالية التي أهلته ليكون الشخص المقرب للأسرة الملكية والرجل المفضل لاستقبال ومرافقة الهيئات الدبلوماسية والأمراء الذين يحلون ضيوفا على المملكة العربية السعودية. عرف اللواء قناص آل سوار بتواضعه ونكران ذاته وبإنسانيته التي حملته ليكون فاعلا جمعويا وصديقا للفئات الاجتماعية في وضعيات خاصة التي حظيت باهتمام نوعي من طرفه وبمواكبة خاصة مكنته من الانخراط في الحياة العملية ومن الاستقلالية، لتحمله إنسانيته مرة أخرى للانخراط في عمل اجتماعي آخر كفاعل جمعوي وكرئيس جمعية رعاية مرضى السرطان باعتبارها الشريك الفعلي لوزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى والاعتناء بصحتهم والتحسيس والنوعية للمرضى ولذويهم والمساهمة في إنشاء مراكز الكشف المبكر وتقديم الاستشارات الطبية. باسم سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة وباسم الدكتور الشريف العجلاني وباسم ممثل مجلس الإدارة الدكتور أسامة أمين وباسم النخبة الثقافية العربية، نجدد ترحيبنا بضيفنا الكريم اللواء قناص بن أحمد آل سوار في هذه الأمسية المباركة. أسعد الله مساكم بكل خير، يشرفني أن أكون ضيف على النخبة الثقافية العربية، تلك العقول التي تفكر والمدارس التي ننهل من فكرها ونستنير بحروفها وتتبعنا الأجيال إن شاء الله. أتشرف أن أتقدم بالشكر لصاحبة السمو الجوهرة بنت فهد محمد آل سعود، تلك الأيقونة التي أنارت الطريق للمرأة
وفتحت الكثير من الآفاق، حتى أسست جامعات وفتحت كليات، فأصبحت المرأة بفضلها وأفكارها وما تقوم به تستنير من تلك المعاهد والجامعات والكليات التي كانت سببا فيها. شكر موصول للبروف الدكتور محمد الشريف الذي أسس تلك المجموعة، وكذلك المستشار الدكتور أسامة أمين. أنا من وطن أشرقت منه شمس الإنسانية خلال جانحة كورونا، عندما كان الآخر يتشدق بها، والسبب أنه اعتبر الإنسان كيان، بينما الآخر اعتبره رقم، وشتان ما بين الكيان والرقم. من نجران، مدينة الأديان والحضارات التي بدأت فيها اليهودية وانتهت فيها اليهودية، واعتنق شعبها المسيحية وشرفهم الله بآية بصورة البروج، وتحولوا من المسيحية إلى الإسلام وشرفهم الله بآية المباهلة في كتابه الكريم. تلك المدينة التي تسطر آثارها على صفحات في الجبال، وكأن الأسلاف يعرفون أننا لا نقرأ الكتب، فحفروها نقرا على الصخر حتى تبقى للأجيال من آلاف السنين. بدأت حياتي بعام 1402 في كلية الملك خالد العسكرية، تخرجت في 1405 وتدرجت في حياتي العسكرية. كنت في الشرطة العسكرية من 1405 إلى 1434، وبالتحديد في مدينة الملك عبد العزيز الطبية. في هذا الصرح الطبي العظيم بدأ من مستشفى الملك خالد حتى انتهى بمدينة طبية متكاملة. وفي خلال تلك الفترة عرفت أن من يصابون بالسرطان يأتون إلينا في المستشفى في المرتبة الثالثة والرابعة في مراحل السرطان، ومن هنا بدأت فكرة إنشاء جمعية للسرطان. من 34 إلى 37 تقلدت قيادة في لواء التدخل السريع القتالي، وبعدها تقاعدت بعد مضي 36 سنة و6 شهور و32 يوم و4 ساعات. أسست جمعية رعاية مرضى السرطان في نجران في 28/11/1440. في 1/3/1440 بدأنا الجمعية. رسمنا لها خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات. كانت هذه الجمعية تبدأ في التوعية، والمريض وجهان لعملة واحدة: الأبحاث والكشف المبكر وجهان لعملة واحدة، الغذاء والتغذية الصحية والرياضة وجهان لعملة واحدة. وعلى ضوء ذلك بدأت الجمعية على هذا الخطة لمدة 5 سنوات. في خلال هذه السنة بدأنا كما يلي: أولا بدأنا في الدائرة الكبيرة وهي الزراعة. علمني ماذا تأكل، أقول لك ما هي صحتك. في خلال الزراعة حاربنا الكيماويات والزراعة الغير نظيفة، واستعنا بمقولة فلسفية: إذا أحسنت للمحسن أسأت للمسيء. ومن هنا بدأنا في مساعدة ودعم المزارع التي تقوم بالزراعة النظيفة، وبدأنا ببيت محمي واحد للفراولة وبيت محمي للورقيات. والآن نتكلم عن أكثر من حوالي 60 بيت للفراولة، وأكثر من حوالي 80 بيت للورقيات، وأصبح عندنا بدال المزرعة أكثر من 37 مزرعة ينتهجون الزراعة النظيفة. وبدأنا بالزراعة المائية، فمن خلال شركة الفورتي كرو الذي بدأنا معها، وهي أكبر شركة للزراعة المائية في العالم في بدايتها في منطقة نجران. في هذا العام وفي شهر رمضان الماضي حققنا 40% اكتفاء من الورقيات في الزراعة النظيفة. في هذا العام بفضل من الله جل وعلا سيكون عندنا الاكتفاء
من 80% وأعلى بالورقيات والخضار، الطماطم، الخيار، الورقيات بجميع أنواعها. وهذا في فضل من الله، لأنه إذا نشأ جيل صحي وفرنا المال، وفرنا الجهد، وفرنا الحالات النفسية التي تنشأ من خلال ذلك. الأبحاث، حنا أول جمعية على مستوى العالم العربي تدير الأبحاث. عندنا 13 بحث علمي يقوم به دكاترة في عديد من الجامعات، جامعة نجران وعدد من الجامعات في المملكة. وهذه الأبحاث هي مختصة في سبر أغوار السرطان، أسبابه، لماذا يتكاثر، حتى نحصل على خريطة طبوغرافية في مدينة نجران عن انتشار المرض وسبب انتشاره في كل منطقة في نجران. وبعد ذلك هذه 13 البحث ستستمر في كل مناطق المملكة، عسير، الباحة، جزام، وبعدها سنتجه إلى كل مناطق المملكة، لأننا نؤمن في هذا الوطن بأن قبلتنا مكة وهويتنا الهوية الوطنية. رب استقبال المناقشة فيما ذكرتها، الله يحفظكم وطول عمركم. الآن كلمة سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد حفظها الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل الخير والتقدير. شكرا جزيلا مهندسة هذه المجموعة الأستاذة أمل الحزام على تنظيم هذا اللقاء المهم، فجزاك الله خير الجزاء. شكرا سعادة اللواء قناص آل سوار المدير التنفيذي لجمعية رعاية مرضى السرطان على هذا الطرح الشيق وإلقاء الضوء على جهود المملكة العربية السعودية وجمعية مرضى السرطان على ما يقدمونه لهؤلاء المرضى من عناية نفسية وطبية، فجزاكم الله خير الجزاء على هذا الطرح وهذه المعلومات التي استفدنا منها كثيرا، جعلها الله في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة الأستاذة شاهة العلو والعطاء والعمل الدؤوب على توثيق هذه الأمسيات التي نستفيد منها جميعا ومرجعا لنا في أي وقت نحتاجه، فجزاك الله خير الجزاء. شكرا لقائدنا ومؤسس هذه النخبة المباركة لإتاحة الفرصة، سعادة الأستاذ الدكتور محمد شريف العجلاني، لإتاحة الفرصة لهذه القامات والعلماء الأجلاء لإحياء هذه الأمسيات بما يغذي عقولنا ويزيد ثقافتنا، فجزاك الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا لسعادة الدكتور أسامة بدر الدين رئيس مجلس الإدارة ولأعضاء المجلس الموقرين على هذا التنظيم لهذا المنتدى المبارك، والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذه الأمسيات من لمسات فنية أو توثيق أو مداخلة، فجزاكم الله جميعا خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا نخبتنا المباركة على هذا العطاء المتدفق الذي يغذي فكرنا ويثلي ثقافتنا، نفع الله بكم وبعلمكم وعملكم وزادكم الله من فضله وعلمه، ودمتم نجوما متألقين في سماء وطننا العربي الغالي. أختكم الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود من السعودية. شكرا لك سمو الأميرة، ما أجمل الكلمات عندما نستشعرها من قائدة الأمل وفاتحة الآفاق. فمن كتابك في الإدارة تعلمنا الكثير ومنزلنا نتعلم، ومن هذه الكلمة استشفينا الكثير جدا من تواضعك ورقيك. وليس غريب على وطن يعيش فيه المواطن والحاكم كأسرة واحدة، يعيشون كل ما تعنيه الحياة من تطورها وثقافتها وصبرها وسعادتها. شكرا لك سمو الأمير وشكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. إخواني في النخبة الثقافية، صاحبة السمو الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود حفظها الله، راعية هذا المنتدى والمشرفة عليه،
نرحب باسم صاحبة السمو الدكتورة الجوهرة حفظها الله بضيفنا الليلة سعادة اللواء قناص آل سوار، فأهلا وسهلا ومرحبا. لقد أنارت نخبتنا الليلة برجل عظيم ورجل كريم ورجل علم ورجل عطاء، والمثل يقول الذي ليس فيه خير لأهله ليس فيه خير للناس. الحقيقة مما سمعت من أخي سعادة اللواء الدكتور قناص الليلة فيما تفضل به، نرى أننا فعلا أمام قامة عربية يجب أن نستفيد منها ومن خبراتها ومن علمها ومن عطاياها. سعادة اللواء بدأ بأهله في نجران، وهذا هو الله، والله هو الوفاء وعين الوفاء. والوفاء إن لم يكن في أهلك فلن يكون في غير أهلك، وهكذا هم الرجال، وهكذا هم أهل العطاء، وهكذا أهل النفوس العالية. فشكرا سعادة اللواء أن تعطي قدوة ودرسا للجيل. شكرا أخي الفاضل على هذا العطاء لفئة غالية علينا جدا من أبناء الوطن، ألا وهم مرضى السرطان. إن رعاية مرضى السرطان واجبة على الجميع، ولا يستشعرها إلا النفوس العالية جدا التي تعرف مقدار هذا العمل الجليل. أخي سعادة اللواء، أنا لا أريد أن أستطرد كثيرا، ولكن ما سمعته شيء يطرب النفس ويعلو الهمة، ونحن نريد هؤلاء النماذج. عندنا نحن في هذا المنتدى صاحبة السمو الدكتورة الجوهرة مثال للعطاء، حيث أسست أكبر جامعة بنات في العالم على أحدث الأنظمة العالمية، وهي امرأة عملت من الصفر من كلية إلى أكبر جامعة افتتحها خادم الحرمين الملك عبد الله رحمة الله عليه، تغشاه الله برحمته وكل ملوكنا وكل من عمل لهذه البلاد. حقيقة نحن ننتظر يا أخي سعادة اللواء هذه البحوث وهذه الأعمال الجليلة التي تخدم الوطن، ونتمنى أن يتسع أعمالكم ويتتسع أبحاثكم، ويكون لكم علاقة بالجامعات السعودية كذلك الجامعات العربية. ولدينا في هذا المنتدى من قامات كبيرة جدا في الجامعات العربية ومراكز الأبحاث، بإمكانك الاستفادة منهم، ونحن معك أولا وأخيرا. شكري وتقديري لأختنا مهندسة الأمل، المهندسة أمل، على أن أعدت لهذه الأمسية هذا الإعداد الجيد وهذا العمل الكبير جدا. شكرا للأخت شاهة، شكرا لرئيس مجلس الإدارة سعادة المستشار دكتور أسامة، شكرا لجميع أعضاء الإدارة، شكرا لكل أعضاء النخبة الثقافية العربية، وهم علماؤنا ومثقفونا وأهل الفكر وأهل العطاء. وأنا متأكد جدا أن سعادة اللواء الليلة سيلتقي بأهل الفكر وأهل العلم، وسيكون هناك تلاقح كبير جدا في الأفكار والعطاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بسعادة اللواء، ونحن نرحب بكل من يكون له يد بيضاء في مجال خدمة الوطن والأوطان العربية، فأهلا وسهلا. شكرا لك دكتور محمد الشريف العجلاني، ذلك الفيلسوف الجميل. أعجبتني لك تغريدة قبل فترة
لا تكن أبدا ذلك الشخص الذي نسي قلبه فعاش بعقله فأصبح قاسيا، ولا تكن ذلك الشخص الذي نسي عقله وعاش بقلبه فأصبح بين الناس مجروحا. ليكن قلبك صديق عقلك. كم أنت جميل أيها الدكتور، كم فلسفتك جميلة. أحيانا كلمات من رجال تصبح قامات كالجبال في الحياة. كم أنا سعيد بك وسعيد بما ذكرته. أما بالنسبة لصاحبة السمو الأميرة الجوهرة، عندما قلنا امرأة أنشأت أكبر جامعة على مستوى المملكة، نعم، سئلت مرة في أحد المحاضرات ما هو الفرق بين المرأة والرجل، فقلت الفكر والمعرفة. من يملك الفكر والمعرفة يملك الفرق. هنا الفرق التي تحمله الأميرة الجوهرة، كثر الله من أمثالها. كم أنا فخور فيها، في أدبها، في أخلاقها، ليس رياء ولا نفاقا، ولكن عملها على الأرض شاهد للأجيال. اللي معنا من النخب العربية، نفتخر بكل عربي موجود، وكل مسلم، وكل إنسان له فكر وله دهراية وله حرف، فمن فكرهم نستنير، ومن حروفهم نستشف في الطريق لنا نور، ومنهم ولهم نعود ونرجع، وبهم نستقوي في هذه الحياة. شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه الأمسية، شكرا سمو الأميرة، شكرا دكتور محمد الشريف، شكرا دكتورة جميلة ومستشار أسامة أمين، وكل من دعمني في هذه الأمسية، شكرا للأخت شاهة، شكرا للجميع. والآن نفتح الحوار مع نخبتنا الثقافية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يعني شاكرين للمهندسة أمل يعني هذا العطاء وهذا الانتقاء الطيب لهذه المواضيع فعلا التي نحن في أمس الحاجة إليها. ويعني سعادة اللواء قناص الثوار، يعني جعل الله ما تقومون به في ميزان حسناتكم، فأنتم يعني تقفون على ثغر خطير جدا، يعني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم. السؤال الذي أود أن أتوجه به إليكم، يعني الجمعية ما شاء الله التي يعني ترأسونها، يعني هذه الجمعية قلت بأنكم يعني عاكفون الآن على إجراء بعض الأبحاث لمعرفة أسباب انتشار هذا الداء، يعني داء السرطان في نجران، فهل توصلتم إلى بعض الأسباب أو التي تؤدي إلى حدوث السرطان في نجران، وما هي بعض العادات يعني التي لاحظتم أنها سبب مباشر في حدوث هذا الداء؟ ويعني شاكرين لكم تفضلكم بهذا الطرح الجميل الموجز الرائع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. أخوكم مجد الربعي، مصر الكنانة. دكتور مجدي الربعي، والله نعم أهل مصر تعلمنا منهم، وأول أستاذ تعلمت منه مادة الجبر هو الدكتور المخزنجي، الله يرحمه ويسكن فيه جناته. فلمصر مني الكثير من الحب يعني المديون لهم بما تعلمنا منهم، أول من تعلمنا على أيديهم، فلكم منا الشكر. أخي الكريم، بالنسبة للسرطان إلى الآن عندنا 13 بحث، ولكن احنا عكفنا على الكيماويات في الزراعة، الأكل الذي يأكله الإنسان، بماذا تغذي جسدك، وماذا تغذي فكرك، وماذا تغذي روحك. فالروح غذاءها العبادات، والفكر غذاءه الأدب والقراءة والتطلع، والجسد غذاءه الأكل اللي نأكله. فمن هذا الغذاء مع الأسف الشديد وردت لنا كيماويات من عدة دول لا نعرف إيش أثارها في المستقبل. كان فيها عدة كيماويات، ومن ضمنها مادة اسمها فردان لها مدة تحريم 60 يوم. هذه من المواد الخطيرة جدا، فما أدري حرمت في أغلب الدول العربية وفي المملكة العربية السعودية من فترة طويلة يعني سنوات، ولكن أثارها موجودة. الكيماويات في خلال فترة التحريم عندما يتغذى عليها الإنسان تشكل مشكلة كبيرة جدا على صحة الإنسان. قل لي ماذا تأكل أقول لك ما هي صحتك. بالنسبة للأبحاث، حنا إن شاء الله في الطريق، وبعد 8 شهور إن شاء الله
13 البحث بتكون على الطاولة، وبيكون عندنا معرفة بكل ما بحث وما حواه من خلال المياه والأحجار والأشجار والأطفال والعادات والتقاليد. فهذه كل الأبحاث إن شاء الله بتكون على الطاولة، وفي حينه راح نناقشها. الآن نقول الغذاء. فخلال الواحد عند إصابة مسمار مصدي يبدأ في البداية جرح وينتهي إلى سرطان والعياذ بالله، فتبدأ الأمور من أصغر الشرر. قس عليها كل الأكل اللي ناكله ولا نعرف إيش مصادره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بضيفنا الكريم من مدينة نجران اللواء سعادة اللواء الأستاذ قناص في النخبة الثقافية العربية، تاريخ مشرف، سيرة جميلة، وضبط عسكري، وتواريخ تدل على عسكريتك التي شعارها الانضباط وهويتك الوطنية. نتشرف بك أخونا العزيز. سؤالي يعني ذو شقين. السؤال الأول يعني شنو هي الأسباب التي تساعد على يعني نشأة أو ظهور السرطان في الجسم، وما هي العوامل التي تقلل من ظهور السرطان؟ والشق الثاني من السؤال، ما هو النظام الغذائي الذي يكون مجديا للحيلولة دون تطور وانتشار المرض بشكل أكثر، ونوعية الغذاء مع خالص اعتزازي وتقديري لشخصكم الكريم أختك زاهدة العسافي من بغداد العروبة؟ أهلا والله بالأخت من العراق، العراق التاريخ، العراق الأدب، العراق الرافدين، العراق الشموخ، العراق الذي ينبض داخلنا من خلال نهر دجلة والفرات. سيدتي، بالنسبة لأسباب السرطان، ما يقدر أحد يحدد إيش الأسباب اللي هي نشأ السرطان بموجبها، ولكن حنا الآن في بداية الطريق، ونحاول من خلال الأبحاث اللي ذكرتها 14 بحث أن نصل إلى الأسباب التي بسببها يأتي السرطان. هناك أسباب خارجية، أسباب يعني زمان كان الناس يمشون على رجلهم، الآن أصبحوا يأخذون السيارات، الحركة قليلة، الرياضة قليلة، الأكل سريع، الفاست فود، يعني هناك أشياء كثيرة جدا سببت لنا مشاكل كثيرة جدا. أفضل شيء لحل مشكلة السرطانات وحلها هي الكشف المبكر. فمن خلال الكشف المبكر يكون علاج السرطان يعادل 99 يعني 95% وفوق. الكشف المبكر جميل جدا مهم. سرطان الثدي، سرطان الله يكرم الموجودين جميعا النساء، سرطان اللي هو سرطان عنق الرحم، سرطان البروستات، سرطان القولون، سرطان الغدة الدرقية، سرطان الجسم، هذه كلها تحتاج الكشف المبكر. إذا تمت في الكشف المبكر سيكون نسبة الشفاء منها عالية جدا إن شاء الله. أسعد الله مساء الجميع بكل خير. الشكر والتقدير القائمين على إعداد وإخراج هذا اللقاء الثقافي المميز، كل التقدير الأستاذ أمل حزام على هذا الإعداد والتقديم وإدارة الجلسة، وللأستاذة شاه القضام موثقة الجلسات، والشكر موصول لرائد النخبة وقائدها سعادة الدكتور الشريف محمد العجلاني وسعادة الأستاذ الدكتور أسامة بدر الدين. أهلا وسهلا بسعادة اللواء قناص آل سوار، سيرة عطرة ومسيرة مشرفة، يحق لنا أن نفخر بأشخاص هم شامات على خد الوطن، يباهي بهم ونتباهى بهم. كما سمعت أنتم جمعية اهتمت بالبحث العلمي والعلاج والتغذية، واعتقد أن مداخلتي ستأخذ منحى مختلف، لعلها تفتح آفاقا جديدة أمام الجمعية التي تقومون عليها. مريض السرطان شخص يريد الخروج من الجلباب الذي أجبره القدر على ارتداعه، يريد الخروج من جو المرض وعلاجه والتوعية والتوجيهات التي تعود على سماعها في المستشفى ومن المحيطين به.
هذا يصف له كيف يأكل، وذاك يحذره من التعرض للغضب والانفعال. يكثر الموجهون وتكثر النصائح، ويشعر أنه أصبح محاصرا من كل من هم حوله. أنا عشت مع مرضى السرطان وأعرف ما يشعرون به. لطالما كنت أفكر وأنا أعيش معاناة أخي مع المرض في أمور كثيرة، منها لماذا لا يكون هناك نوادي صحية تقوم على الشراكة المجتمعية، ويكون الهدف منها موجه بحيث يكون المنتسبون لها من المرضى ومن المجتمع، وجميع الفعاليات التي تقام فيها ترفيهية بعيدا عن التوعية بالأمراض بالندوات وبروشورات وغيرها من أساليب التوعية. المرضى بحاجة لنسيان المرض، وخاصة مرضى السرطان. لاحظت وأنا ممن يعزز النشاط الاجتماعي لدى الطالبات وأوجه طالباتي دائما لذلك، أنه للأسف عندما يحاولون تفعيل نشاط في المستشفيات في أقسام السرطان يجدون صعوبات لا حصر لها. أحيانا أضطر للتدخل شخصيا للحصول على الموافقة. لماذا كل هذه المعوقات والهدف واضح هو المساهمة في تخفيف الألم؟ لماذا لابد من الندوات التوعوية لمرض السرطان وتذكيرهم بالمرض في كل مناسبة؟ ألا توجد طرق من خلال مراجعة العيادة لعمل هذه التغذية المستمرة؟ مواضيع كثيرة تدور في ذهني حول هؤلاء المرضى الذي كتب لهم في لوحهم المحفوظ أن يكونوا محظوظين في الحياة لترتفع حسناتهم وتمحى سيئاتهم بإذن الله. أعتذر عن الإطالة، لكن الموضوع ذو شجون والموضوع مؤثر والموضوع له آثاره النفسية وآثاره الاجتماعية. الحقيقة كل فرد أو كل أسرة لديها فرد مصاب بالمرض تعاني من هذا من الحالة التي يصل إليها. كل الشكر لكم لهذا الطرح ولمسيرتكم العطر التي يعني هي مفخرة لكل سعودي. أختكم نجاة الصايغ. دكتورة بروف الصانع، كثر الله من أمثالك، ما أجمل ما تكتبين وما تنطقين به، وحن متابعين لك يا دكتورة، ترى دائما كل ما تقدمونه يصل إلينا. ما تقولينه بالنسبة للمريض، حنا في جمعية رعاية مرضى السرطان في نجران بدأنا بالأطفال، فالطفل أصبحنا له أصدقاء وصار محارب السرطان. السرطان هذا ليس نهاية المطاف، هو بداية مرض وسينتهي بإذن الله. فنقوم بدهن الغرفة حقته ببوية مضادة للفيروسات، ونفرش غرفته بمادة تسهل تنظيفها وتعقيمها، نشيل الموكيت ونشيل الأشياء ونبدأ في العمل الترفيهي له. والآن حنا نعكف على عمل مكتبة صوتية لكتب الأطفال عشان الأطفال يسمعون كتب ويسمعون أشياء جميلة جدا تنسيهم هذا المرض. نحن نعمل على ذلك. بالنسبة للكبار الآن نعمل على رياضة نجران للمشي. في هذه الرياضة سيكون عندنا جوالات فيها روابط، والجوالات هذه تبث بلوتوث، فيها كتب، ومن خلال الكتب يمشي الإنسان ويقرأ ويمشي بين الجميع. هذا من ضمن الأعمال اللي قايمين عليها، وإن شاء الله سترى النور قريبا. نحن في المملكة العربية السعودية نسابق الزمن في توفير ما هو جميل للإنسان، وإن شاء الله كل هذه راح تتوفر وراح نعمل عليها. هناك معوقات، ولكن تأكد أنا أؤمن أن الإنسان الذي سيعمل ويجتهد سيحقق الهدف اللي يصب إليه. كل التقدير وكل الاعتزاز الحقيقة بهذا الجهد الكبير الذي ترعاه الدكتورة سمو الأميرة الدكتورة جوهرة بنت فهد، وراعي المنتدى الدكتور محمد الشريف، والإخوة والأخوات الكرام من أعضاء مجلس إدارة هذا المنتدى، ومنهم الدكتور طبعا الصديق دكتور أسامة أمين، والأستاذة الحقيقة والأخت العزيزة مهندسة أمل خزام. ويمكن الحقيقة يعني شخصية سيادة اللواء قناص آل سوار الحقيقة شخصية غنية وسرية،
بما تفضل به وبما قرأت بإيجاز عن سيرته الذاتية، والتي حباه الله بكثير من الخصال التي أكدت على أن الشخصية الإنسانية لا تتجزأ من رحلة الأدب والثقافة، وأيضا الرحلة الإنسانية من خلال عطائه ومن خلال المؤثرات، من خلال رحلته منذ أن كان يعني طالبا في المدرسة الابتدائية بنجران، وانعكاس الكتاب عليه بهذا الشكل المتدفق الذي لمسناه من خلال سيرته الذاتية، وأيضا من خلال الحقيقة يعني التقائه ببعض الشخصيات المؤثرة في الوجدان العربي والإنسانية من خلال دورهم، مثل المشير أبو غزالة أحد فرسان وقادة الجيش المصري العظيم، وأيضا يعني سموه الأميرة ديانة، وأيضا الشخصية المؤثرة في حياته سموه الأميرة سيطة شقيقة الملك عبد الله ابن عبد العزيز، وأيضا مرافقته لشخصيات عظيمة وعزيزة علينا جاءت إلى المملكة العربية السعودية. فكل هذه المؤثرات أعتقد كانت من وجهة نظر المتواضعة كرواية أشبه بكتاب مفتوح، جعل من شخصية يعني ضيف النخبة الثقافية العربية اليوم حدثا كبيرا يتمثل في شخصية اللواء قناص السوار. ولذا أحتاج أن نستمع منه ونتعرف منه على الكينونة الحقيقية للكتاب وبعض الكتب التي أثرت في بداياته في شخصيته التي الحقيقة نشعر أنها قريبة منا جميعا. عبد الواحد محمد، روائي عربي من جمهورية مصر العربية. هلا والله بالأستاذ عبد الواحد الروائي الجميل الرائع. أولا يا طويل العمر، بالنسبة لحياتي تأثرت بكل من قابلته. الأميرة سيطة بنت عبد العزيز الله يرحمها ويسكنها في جناته كانت الإنسانية التي سكلوبيديا من الإنسانية تمشي على الأرض. أذكر لهذه الإنسانة موقف جميل جدا في خلال الحج. كان يوم من الأيام لما تجي الوجبة تقول لا أحد يستلم، وقفوا في الشارع، أي واحد يجي لازم يدخل المخيم يأكل. فنقول لها لا أمن، قالت ما فيها أمن، الأمن بيد الله جل وعلا. كم هذه الإنسانة الله يرحمها رائعة، وإنسانة بشكل، وهذا ديدا ولاة أمرنا في هذه المملكة كلهم يتمتعون بهذا الإنسانية الجميلة. من مصر تشرفت أني كنت مرافق للمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة الله يرحمه واللواء حسين شنن. هذول اثنين كان لي معهم على مدى سنين مرافقة، أوقات الحج وأوقات العمرة، وتعرفت منهم الشيء الكثير وكنت طالب في مدرستهم. بالنسبة للكتاب، الكتاب نحن أمة مع الأسف الشديد لا نقرأ، ولذلك أصبح عندنا الأجيال مع التواصل الاجتماعي بعيدة كل البعد عن الكتاب، والكتاب هو تغذية العقل. الكتاب عندما تلامس أوراقه وحروفه وما يحويه وما يحتويه يجعل منك إنسانا قادرا أن تفهم بما فيه. ولذلك الجسد بين الكتاب روح، والجسد والروح بين الكتاب حياة، والحياة بين الحروف مدد، والمدد بين ما يحويه ذلك الكتاب استشفاف بما قد يحتويه الإنسان ويعطيه للأجيال من بعده. والجسد والروح بعيدة عن الكتاب هي موت، ولذلك نحن في عالم يعيش فيه ناس أموات يمشون على قدمين. لماذا؟ لأنهم بدون كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أسعد الله مساءكم بكل خير. في البداية نرحب بسعادة اللواء قناص، أجمل ترحيب، والحقيقة فخورين بهذه القامة وهذه الشخصية الإيجابية أول معطاءة، وما سمعناه حقيقة رغم أنه في وقت قصير لكنه حقيقة يحمل في ثناياه
عمل سنين بدأ يؤتي أكله وثماره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه الأجر وأن يبارك في جهوده. الشكر موصول لسمو الأميرة ولمهندسة هذا اللقاء وللدكتور محمد الشريف ولجميع النخبة الذين دائما ما يكشفون ويقدمون كل ما هو جديد ومفيد، وحقيقة تستنير النخبة بآرائهم وبجميل حقيقة إضاءاتهم في كل مجال. الحقيقة إن كان من سؤال فهو سؤال يعني حقيقة، طالما ذكر سعادة اللواء وفقه الله أن هناك استراتيجية نحب أن يسلط الضوء عن الرؤية المستقبلية لهذه الاستراتيجية ولهذه الجمعية، والتي نرجو لها إن شاء الله أن تحقق مزيدا من النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب يا دكتور هاجد، هذه كلمة بنجرانية بحتة. يا سيدي، الاستراتيجية رسمت جمعية رعاية مرضى السرطان لكل عمل من أعمالها 5 سنوات حتى يتم دراسة ذلك العمل والعمل عليه ومعرفة العقبات التي تواجهه. ذكر إبراهيم الكوني كاتب: إذا أردت أن تحقق أهدافك يجب أن تكون مثل الماء، إذا وجد أمامه جبل أنحنى يمينا أو يسارا حتى يتعدى ذلك الجبل، وبرهة يصبح الجبل تحت رحمة الماء. بالنسبة لنا وضعنا استراتيجية كن مثل الأصم حتى لا تسمع كلمات من رجال فتصبح عقبات كالجبال فتعيقك من هدفك، وكن مثل الأعمى حتى لا ترى ما يرونه الناس فترى ما لا يرونه فتحقق هدفك. الأهداف قدام لنا الآن سنة، نحمد الله ونشكره، بدأنا في الأبحاث، بدأنا في الزراعة، حنا أول جمعية حلت مشكلة الكيماويات في الزراعة وماشية فيها إلى الأمام، وسننشئ سوق للزراعات النظيفة الخالية من الأسمدة والكيماويات، يعمل فيه المرضى والناس المحتاجين لهذا السوق، وراح يكون بدون مقابل مادي حتى تكون سعر البضاعة جميل جداً في تناول الإنسان. الرياضة مهمة جدا لحياة الإنسان، ولذلك إذا أصبحت الرياضة والغذاء الصحي وجهان لعملة واحدة سننجح. بأتكلم معك عن ملاحظة بسيطة جدا. لو فرضنا طال عمرك أنه مرض عندنا 200,000، يكلف الواحد الدولة من 20,000 إلى 30,000 ريال الواحد، هذا من الكيماويات والأثار البسيطة. تخيل لو كان عندنا 100,000 أو 200,000 راح يكون عندنا 4 مليون إلى 6 مليون 6 مليار. هذه 6 مليار تخيل أنها لو تستخدم في مشاريع استراتيجية للأجيال. هنا دور الصحة البسيطة اللي تكون به الجمعيات، يجب أن تأخذ هذا المنحنى حتى توفر المال للأجيال. هذه الاستراتيجية التي نسعى إليها. كذلك مريض السرطان يكلف الدولة في البداية في الكشف المبكر من 100,000 إلى 200,000، وفي الكشف المتأخر من 1,000,000 إلى 7,000,000. تخيل لو قلنا 1,000 مريض سيكلف 100,000,000 إلى 200,000,000، وهذاك سيكلف من 1,000,000,000 إلى 7,000,000. هنا وجب أن نعمل كلنا سوية على أن نوفر هذه الأموال لخزينة الدولة وتصبح مشاريع استراتيجية للأجيال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم نخبتنا العربية الثقافية، السلام عليكم ضيفنا سعادة اللواء قناص، أهلا وسهلا بك في مجموعة النخبة العربية، ونتمنى أن تكون عضوا دائما، وهذه دعوة أوجهها لك نيابة عن الإخوة الموجودين. فمرحبا بابن نجران، نجران العز كما ذكرت، نجران التوحيد، سواء وقت اليهودية أو وقت المسيحية النصرانية، والحمد لله وقت التوحيد. فكل الفخر بنجران وأهل نجران، نجران عبد الله بن ثامر، نجران فيمون، نجران الإنسان، وهو الفخر حقيقة أهل نجران. باختلاف القبائل نفخر بهم ويتميزون حقيقة بالشيء الكثير الذي يدعونا إلى أن نفتخر بهم جميعا. سؤالي: من المؤكد أن سعادة اللواء مر عليكم بعض العقبات،
التي تمر على مريض السرطان وتختلف عن مريض بأي مرض آخر. فيا حبذا تفيدنا عن بعض العقبات التي تمر بهذا المريض، وأيضا تفيدنا ما هو الأسباب التي دعت لك أو وجهتك إلى الاهتمام بهذه الشريحة العزيزة على قلوبنا. أخوك عبيد الدوسري، الرياض. أرحب والله يا عبيد الدوسري، أرحب ترحيب المطر. أولا يا طويل الأمر يشرفني أن أكون خادم في هذه النخبة لكل عمل إنساني، يشرفني فعلا. وما ترحيبك بهالنجران فبالنيابة عنهم، عن الأخدود وعن عبد الله بن ثامر وعن المؤمنين في الأخدود وعن أرواحهم والطاهرة التي في السماء تجول وعن الجبال والرمال والمكان والإنسان، أرحب وتشرفون هالنجران بك وبالنخبة لزيارة نجران عندما تذهب هذه الجانحة لتشوفون صفحات عن الجبال سطروها الأوائل من كل الأديان والمذاهب ومن كل الحضارات اللي موجودة على وجه البسيطة. نجران تحوي من الآثار ما لا تتخيل، وتحوي من الكتابات ما لا تتخيل. هناك أكثر من 300 صفحة على الجبال، نحتاج إلى كل عالم آثار أنه يعني يعرف خباياها. بالنسبة للعقبات اللي بالنسبة لي أنا اتجهت للسرطان لأني كنت في مدينة طبية، وخلال عملي في المدينة الطبية كنت أشاهد الناس اللي يجونا في المرتبة الثالثة والرابعة يجون يتعالجون وبعدين نرسلهم الله يرحمهم إن شاء الله. من هذا الألم نبع هذا الموضوع وبدأت في هذا العمل. كان هناك سيدة نجرانية جاتنا في عام 1416 في بطنها ورم متجمد، ورم ليس حي بس انه متكتل وبطنها منتفخ. فقال احد الدكاترة وينك طول السنين؟ قالت اذا جاءونا ابناؤنا سوونا فحص عرفوا ايش عندنا. من عام 1416 وهذه السيدة النجرانية قامت سوت العملية، ويوم قالوا ترى نسبة النجاح 10%، قالت احضروا هذيك الشنطة ترى فيها كفني اشيله مدة 40 سنة. والله العظيم إني ما قطعت خضرة ولا قطعت فرض، فلذلك ما أخاف من الموت. سوى العملية، فأذكر أن الدكتور بكى وسوى العملية، وبعد ما سوى لها العملية نجحت العملية وعاشت تلك السيدة. ولكن رسالتها كانت عظيمة، عندما يأتي ناس من أبنائنا يعملون لنا الفحص سيكتشفون ما لدينا، هنا كان السبب. أما العقبات اللي تواجهنا هناك عقبات كثير جدا، وبحكي لك قضية يعني سجوى طفلة نجرانية أصيبت بحريق وبعدها صار عندها تشوهات، وأخذت سجوى مع المرضى تعلمت كل اللغات الإنجليزية والعربية والأوردو والتقالو وكل اللغات، وكبرت وأصبحت تعلمت التمريض من خلال ممارستها لأنها عاشت بين المرضى. وعندما كبرت وجاء يوم من الأيام وجاءت الحرب، ف شالوا الناس المرضى اللي عندنا ودوهم إلى منطقة بعيدة في الباحة، وهي كانت طالعة أمريكا عشان تعالج الشوهات. قالت لنا عالج جسدي سأذهب معهم أينما ذهبوا وأبقى معهم. بقيت شجوى كل ما نواجه أي مريضة سرطان في البداية صدمة نرسل لها سجوى، وعندما تقابلها سجوى وتجلس معها لدقائق يذهب ذلك الصدمة وتبدأ تقول هانا قدامي، بدون يد أصابع بدون وجه بدون ملامح ولكن بقلب وعقل وفكر. فسجوى بالنسبة لنا شيء جميل جدا في هذه الحياة. شكرا لك يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهدي آل سعود، وباسم قائد منتدى النخبة الثقافية العربية الدكتور شريف العجلاني، وباسم ممثل مجلس الإدارة الدكتور أسامة أمين، وباسم زميلتنا الغالية المهندسة أمال صاحبة الفكرة وصاحبة هذه المبادرة الطيبة، نرحب أجمل ترحيب بضيفنا الكريم المنحدر من منطقة نجران سعادة اللواء
قناص السيوار الذي قربنا من تجربته كرئيس في جمعية مرضى السرطان. وفي نظري أنا الانخراط في العمل الجمعوي هي مبادرات أصبحنا نعيشها ونعاينها في مجالات مختلفة في قطاعات مختلفة اقتصادية اجتماعية سياسية، ولكن العمل الجمعوي في إطار قطاع حساس ولصالح فئة خاصة من وهي فئات مرضى السرطان هو عمل وفعل يحظى بتميز وتفرد خاص. في نظركم سعادة اللواء المحترم، ما هي القيمة المضافة للخدمات التي تقدمها جمعيتكم لهذه الشريحة؟ كذلك وكما تعلمون سعادة اللواء المحترم أن مرضى السرطان يكونوا يعني في أمس الحاجة إلى مواكبة ومتابعة ما بعد مرحلة العلاج بالنظر إلى الأعراض الجانبية التي يسببها العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة. فهل جمعيتكم تقوم بهذه المتابعة وبهذه المواكبة؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. دكتورة جميلة الفيلالي، أولا يا سيدتي بالنسبة للقيمة المضافة اللي ممكن نعطيها للمريض، مرض السرطان ليس مرض، يجب أن نعتبر مرض السرطان هو زي أي مرض ممكن أن نتغلب عليه ونحاربه ونكافحه بالعمل الجماعي. فجمعية رعاية السرطان عندنا مشرفات اجتماعية يدرسون حالة المريض، مشرفات نفسية يدرسون نفسية المريض، ونحاول أن نعمل يعني حنا في جمعية رعاية السرطان جالسين نرسم في الشوارع، نحط أماكن في الغابات، نشجر. اليوم زرعنا حوالي 1000 شتلة سدر حتى يأتي يوم من الأيام يستظلون تحتها. نجعل من المنطقة خضراء، نجعل في الشوارع في الأماكن نعالج التلوث البصري حتى يأتي مريض السرطان ويستشف بالشيء الجميل. عندنا فريق للألوان، درسوا الألوان التي تناسب كل مريض، ندرس حالته النفسية ونحاول أن نصيغ في غرفته ما يناسبه حتى يخرج من هذا الموضوع، ونحاول أن هذه الثقافة ننشرها في عالمنا العربي حتى يعني نقوم بواجبنا تجاه كل إنسان على وجه البسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي صاحبة سمو الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، السيد قائد النخبة العربية الدكتور محمد الشريف العجلاني، السيد ضيف النخبة العربية المثقفة سعادة اللواء قناص آل سوار، الأخت الفاضلة مسيرة هذه الأمسية المهندسة أمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية تقدير واحترام للسيد الذي أنار هذه الليلة، رجل العطاء والبذل السيد سعادة اللواء قناص آل سوار، على كل الجهود التي يبذلها خدمة لمرضى السرطان. بارك الله فيكم سيدي وسدد مسعاكم وتقبل منكم. شكرا لكم على ما قمتم به وما تقومون به، إنكم بحق قدوة لكل ساع إلى الخير، فأنتم نموذج يحتذى به، بذل وعطاء لا حدود له. سؤال الذي أتوجه به إلى حضرتكم، ما هي خلاصات بحثكم حول العلاقة بين نوع الغذاء وانتشار مرض السرطان؟ وهل منطقة نجران التي شكلت مجالا لعملكم الميداني والجمعوي ولأبحاثكم عرفت تغيرات في أنماط العيش لدى الساكنة بما شكل يعني سببا لانتشار مرض السرطان؟ وفي الختام أرجو لسيادتكم التوفيق والنجاح في مساركم العلمي ومسعاكم الخيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الدكتور عبد الواحد الهاروني من المملكة المغربية. السلام، كثر الله خيرك على الإطراء الجميل الرائع طويل العمر. أبدا، مرض السرطان في كل مناطق العالم موجود وسيكون موجود، وإذا ما شتغلنا كلنا وعملنا كمثقفين وجمعيات وتوعويين وأطباء لهذا مواجهة ذلك المرض، الكشف المبكر هو أساس الفحص الأول
وهو الخطوة الرئيسية الأولى التي ستنهي عقبات ذلك المرض. أي مكان أو أي دولة أو أي جمعية ستبدأ بالكشف المبكر والتوعية من المرض، تأكد أنها راح تحل 99% من هذه المشاكل. الكشف المبكر هو الذي نسعى إليه، والغذاء الصحي والرياضة والثقافة، لأن الإنسان مثل ما قالت الدكتورة الصانع، هناك أشياء معينة للمريض يجب أن نخرج منها، يجب أن نخرج لأماكن ترفيهية، لمناطق في نجران، غابة الملك فهد، هذه أكبر غابة راح أصور لكم منها وأعطيكم فكرة عنها. هذه منتجع كبير جدا يذهب إليه الإنسان فينسى نفسه ويمارس الرياضة، يمارس الجلوس، نجران فيها الرمال خالي، فيها الرمال، ولذلك الجسد في الصحراء روح وفي المدينة ألم. نعشق الصحراء كثيرة جدا. إن شاء الله راح نحاول نعمل ما بجهدنا لصالح هذا المريض إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فبداية مشاركتي أبعث ثلاث رسائل. الرسالة الأولى لسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة المشرف العام على هذا اللقاء، وأيضا الدكتور محمد الشريف المدير لهذا المنتدى، منتدى النخبة الثقافية العربية. والرسالة الثانية للمهندسة أمل جمجول التي أدارت هذا اللقاء باقتدار ونظمته، وأيضا أبرزته بما يجب أن يكون عليه لوعيها وأيضا لخيريتها ورغبتها في إفادة هذا المنتدى والإخوة والأخوات من جميع أقطار العالم العربي. الرسالة الثالثة للواء قناص السوار على ما تفضل به من نصائح مفيدة ومثمرة تفيد في زيادة الطاقة الإنتاجية انطلاقا من الغذاء الجيد، فالغذاء الجيد يؤدي إلى الصحة العامة الجيدة للإنسان. الأمر الثاني، أضيف بعض التوجيهات التي وردت في ديننا الإسلامي من غسل اليدين وأيضا حتى الماء شربه على ثلاثة أنفاس، بدءا بالتسمية والارتواء ثم الحمد. الأمر الثالث، الغذاء الحقيقة شر وعاء ملأه الإنسان وبطنه، وإدخال الطعام على الطعام أيضا فيه الكثير من ما يسبب الآلام للإنسان. والجانب المهم أيضا أن الغذاء يكون فيه تنوع، إضافة إلى التنوع يحتاج الإنسان إلى الرياضة في حياته العامة، لأن الرياضة من ترك المشي فقد تركه، وكثير من الأمراض إذا بفضل الله تريضنا ووضعنا برنامجا يوميا في حياتنا اليومية لا يقل عن ساعة في اليوم، لن يكون للإنسان حاجة لزيارة المشافي باستمرار. الحقيقة أن مثل هذا العمل عمل خير ينشر الوعي والمعرفة ويخدم العالم العربي، بل يخدم العالم من خلال ما سمعناه من اللواء سوار قناص آل سوار. وأنا أعرف الشخص شخصيا، فهو من القامات الفكرية والاجتماعية المتطلع بطموح عال تمثل الإنسان الخير الذي يريد أن يخدم الناس ويخدم المجتمع ويخدم وطنه. شكرا للجميع، وأسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يحفظ علينا ديننا دين الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا طويل العمر الله يكثر من أمثالك دكتور سعد الشهراني. شهران هي أول من حارب أبرهة عندما كان قادم إلى مكة، فهذه القبيلة العريقة بتاريخها وبعلمها الناصع لها من الشكر والتقدير، وأرفع لكم العقال على تاريخكم الجميل والرائع جدا. وأنا من مدرستكم، وكثير من درست وتعلمت على يده من هذه القبيلة، لهم مني التقدير والاحترام. سيدي، في خلال إجابة سؤالك كانت الإجابة الجميلة
ولا يوجد لدي أكثر ما أضفتها، لأنها من كتاب الله ومن السنة النبوية. لو التزمنا بها يعني تجاوزنا كثيرا من الأمراض والأعباء الموجودة في عالمنا. الله يحفظك طول عمرك. ولنا دكتور شكرا على الإهداء الجميل اللي قدمته في بداية هذه الأمسية، وأنا من المتابعين لك والفخورين فيك. الله يحفظك طول عمرك. بالنسبة لاستراتيجيتنا القادمة هي أن تعمم تلك الأبحاث وما قمنا به في الزراعة، وفكرة يعني مبادرتنا في الزراعة ومبادرتنا بالأبحاث على كل مناطق المملكة، حتى وقد يكون هناك أبحاث أخرى وأمور أخرى ونصل إلى نتائج جميلة جدا. هذه الاستراتيجية، وإن شاء الله أن الله معنا، وسنمتد من ونستمد منكم كل توجيه إن شاء الله. حفظك ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم زملائي وزميلاتي في النخبة المباركة، وتقديري وشكري العميق لسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة على تواجدها في مثل هذه الأمسيات الراقية. والشكر موصول للدكتور محمد العجلان والأخوات العزيزات أمل والشاهة القوة والأداء والإتقان. ربي يبارك فيكم جميعا ويحسن يا رب خاتمتنا جميعا، ونرتقي دائما دائما ببعض وبلقاءاتنا المنبثقة من حب العطاء. وطبعا ما أنسى سعادة اللواء بيض الله وجهه القناص آل سوار، وما يحتاج أني أقول ما شاء الله الكل يعني أبدع وأتقن في إبرازه، لكن حضيف فقط إن شاء الله ربي يجعل هذا كله في ميزان حسناته. سؤالي أخي الكريم، أو بمعنى أصح مقدمة بسيطة بدي يعني بس أكدها، بأنه فعلا الحالة النفسية لمريض السرطان هي المنقذ الأول والأخير في الوصول إلى مرحلة الشفاء، وأكيد أكيد الناحية النفسية هذه بيكون أساسها الرضا، الرضا بما قضى الله، وما في داعي أن نذكره بأنه هو مريض، يكفي أنه هو رضي بهذا المرض، فبالتالي من خلال أنه راضي بهذا المرض، وهذه بتكون صفة أو سمة لابد تغرس فيه من خلال التوعية الدينية الدائمة اللي بتوسع من إحساسه بالرب وإحساسه بأنه الدنيا هذه زائلة إلى آخره. التوازن النفسي مطلوب، بحيث أنه فقط المطلوب أنه هو كما تفضلت أنه يعرف إيش هي الأشياء اللي ممكن تحسن من هذه النفسية، سواء كانت المكان أو آلية العمل في المكان هذا زي ما تفضلت في النواحي الترفيهية إلى آخره، بجانب أنه أسلوب وطريقة ومواعيد الأكل، وهذا برضو زي ما تفضلت وذكرت في هذا الموضوع مرة مهم الآلية هذه. هذا كله بيحسن من الناحية النفسية عنده، وبيعمله توازن نفسي بجانب الجو العام اللي يكون جو كله فيه بهجة وتقرب من الله، لأنه هذا اللي بيعطي إحساس بالراحة النفسية أو نمرة واحد يعني. لكن برضو سؤالي أنا في هذه الجزئية، هل من خلال أبحاثكم تطرقتم إلى نبات اليقطين، وهو نبات ما يحتاج مذكور في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى كان هو اللي أنزله على سيدنا يونس، ومعروف القصة ما يحتاج، لكن هل تم البحث في هذا المضمار أو هذا النبات؟ ما أتوقع أنه حتكون إجابة لم يتم، لكن أنا بس حبيت أنه أتذكر لأنه ما جاز سيرتها في المناقشة. وأزيد من الشعر بيت زي ما يقولوا،
الدكتور رضا معنا في النخبة لأبحاث عميقة وكثيرة جدا في هذا المضمار. فكنا نحن كنخبة ثقافية عربية متحدين وفي الاتحاد لما يقال قوة، فبرضو ممكن يكون في كوميونيكيت أو في تواصل بين الجمعية هذه وبين برضو الدكتور رضا. أنا بالنيابة يعني بتكلم، احتمال هو ما يكون موجود على معنا حاليا في التواصل احتمال، فهذا حيسبب كثير من القوة ومن إن شاء الله بإذن الله الاستعانة ببعض الأبحاث اللي قام فيها في مصر. وأكيد عندنا احنا كمان هنا يعني باحثين وباحثات في هذا الموضوع، ولأنه سبق أنه تطرقوا لهذا الموضوع في المملكة أيضا. فقط حبيت أنوه إلى أنه ما قوة الـ سبحان الله لا ينطق عن الهوى، يعني الـ عندنا القرآن في كل شفاء لأي داء، بس نتفحص فيه سبحان الله تعالى. فبس حبيت أنوه لموضوع اليقطين وقد إيش هو لي فوائد عميقة، وخاصة في مثل هذه الأمراض اللي هي بنسميها أمراض مستعصية، وما في شيء يستعصى على رب العباد. شكرا ويعطيكم العافية، ويعطيك العافية سعادة اللواء لحسن الاستماع. شكرا لكم، في أمان الله. معكم الدكتورة زينب البحيري. ولا دكتورة، كثر الله من ذلك، كلامك جدا جميل وهو عين العقل. عندما يبدأ الإنسان في بداية السرطان أو بداية اكتشاف المرض، يجب أن يكون هناك دعم نفسي كبير جدا، وهذا اللي نقوم به إن شاء الله، ونتمنى من الله جل وعلا أن يساعد في أن نوفر له الأفضل والأحسن من خلال التوجيه. غالبا أنا عندي حالتين، مرة أصيبت بنفس المرض، حالة كانت متقبلة والعائلة اللي حولها كانت متفهمة وكانوا داعمين نفسيا، فصارت الشفاء عندها أعلى من الحالة الأخرى اللي كان. طبعا أنا أقسم الرجال ما بين ذكر ورجل. الرجل هو الذي يحتوي كل ما تعنيه الكلمة من الرجولة، والذكر هو مثل أي ذكر في كل الحيوانات الموجودة. ولذلك من خلال هذا التصنيف نجد رجال شروى من هو موجود معنا، ونساء يعتبرون المرض حالة بسيطة ويدعمون المريض ويكونون حوله، وفيه ناس ذكور ويهدمون هذا المريض وممكن يسببون له مشاكل كثيرة جدا. أنا أعرف مريضة تعرضت للطلاق وراح زوجها وتزوج عليها وسبب لها مشاكل كثيرة جدا. فتخيلي بين هذاك اللي دعمها نفسيا وهذا اللي هدمها نفسيا. هنا دور المجتمع ودور لحول المريض في دعم المريضة. دائما الدعم النفسي ضروري جدا، والبيت الإيجابي والمكان الإيجابي له دور في حياة الإنسان حتى على الأصحاء، فما بال المرضى. الدكتور رضا يشرفني أن نتعامل معه وأرسل لي رقمه، وأنا أكون من الشاكرين لكم، وأي باحث في مجال السرطان سيساعدنا أو يعطينا من أبحاثه نكون له شاكرين ومقدرين، وحن راح نزودهم بكل أبحاثنا لأنها راح تسجل في مجلات علمية محوكمة إن شاء الله، وراح في وقتها عندما ننتهي منها نعرضها، وسيكون عرضها هنا في هذه النخبة إن شاء الله. أختي فاطمة الدوسري، والله والنعم بك وبالمكان اللي أنت فيه وفيها وفينا زايد كله. يا سيدتي، نعمل على شراكات مجتمعية الآن، ونعمل مثلا في الرياضة الآن عندنا شراكة مع النادي الأدبي في نجران، شراكة مع شباب المنطقة، شراكة مع الجمعيات الأخرى، شراكة مع الأمانة، شراكة مع الزراعة، شراكة مع كل الأماكن الموجودة في منطقة نجران، وبالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة. وهذا الهدف يعمل، أو هذه الشراكات تعمل على الاستدامة أنها تتطور هذه الجمعية بعد 5 سنوات دراسة العقبات وين وصلنا، وبعد ذلك تبدأ خطة أخرى ثانية قد يحملها شباب آخرين. والآن حنقوم بدور
بسيط جدا، وهو انه يكون عندنا شباب من الثانوية والمتوسطة كجيل قادم يعرف كيف نعمل وكيف نعمل وكيف نشتغل، كيف يعمل مدير التنفيذي، كيف يعمل رئيس الجمعية، كيف يعمل الباحثين على أساس يستمرون. لو أذكر لك بعض موضوع عندنا، قمنا ببحث لدراسة الأسر المرضى والناس اللي بحاجة للسكن. درسنا حالة 3200 أسرة، وجدنا منهم 1254 أسرة بحاجة للسكن. سلمنا 254 وحدة سكنية ورفعنا بحوالي 1000 وحدة سكنية قريبا سيستلمونها إن شاء الله. خلال هذه الدراسة قطعنا 194 ألف كيلومتر، واشتغلنا ما يزيد عن حوالي 8000 ساعة عمل من خلال 54 متطوع، وهذا شيء جميل جدا في هذا العمل. فإن شاء الله كل من هم معنا سيعملون استدامة لهذا العمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم جميعا، وسلام محبة وامتنان سعادة اللواء قناص على طرحك بكلمات موجزة وافية وغنية لأهم موضوع يجب الإلمام بماهيته ومعلوماته الطبية والمعنوية والجسدية والروحانية. وشكرا من القلب سمو الأميرة الرائعة دائما جوهرتنا المضيئة، وللجميلة الشفافة أمل الفنانة روحا وفكرا، ودكتورنا ربيعنا محمد الشريف، والمشرفين الأكارم. الحقيقة أستاذنا الجليل لي إلمام كبير بموضوع الكانسر من خلال تجربة مع أمي رحمها الله وأختي سلمها الله يا رب. لذلك قرأت الكثير وتواصلت مع أطباء خارج بلدي وداخلها. طبيعي اهتم بطريقة المعالجة سواء كانت طبية كيماوية وأعشاب وطريقة الغذاء، وأسسنا جمعيات عندنا تعالج عن طريق الغذاء الطبيعي والروحي عندنا في سوريا. العلاج الكيماوي جرعات بأشعة وبالأشعة والجرعات مجاني لدينا بسوريا، وفي أطباء حياها راتقة تداوم بالاستمرارية والحمد لله. السؤال أستاذي الكريم، أنا أحاول دائما البحث هل مرض السرطان يميل أكثر وراثيا أم نفسيا أو حالة التهاب مرضية معينة، وكذلك علمت في وضع المريض المصاب أن تعزز وضعه النفسي بأي طريقة لتعيش عنده الخلايا الجيدة وتموت الخلايا السلبية، وهذا صحيح عن تجارب قد أعطى معي نتاجا. وشكرا لك أستاذي ولأعضاء النخبة الكرام. عبير جاديبة سوريا. إن شاء الله كثر من خيرك أستاذة عبير، وأتمنى أن يعني تعطينا يعني تراسلين على الخاص تعطيني فكرة اللي صار لها إيجابية معك قد ممكن نطبقها عندنا. نعمل على كل اتجاه وكل عمل لصالح المريض سواء في الغذاء أو الصحة أو النفس أو المجتمع أو توفير السكن الملائم، في سبيل نحط المريض في مرحلة اجتماعية جميلة يعيش زي الناس ويأكل أكل نظيف ويمارس رياضة جميلة، وبالإضافة إلى ثقافة فكرية جميلة. ونثق أن الفكر عندما تتفتح فيه أبواب أخرى تجعل الإنسان يبحث ويعرف ما هو لصالح نفسه. السلام عليكم نخبتنا المباركة، ومساءكم مبارك سعيد، وشكرا على هذه العطاءات المتنوعة والمفيدة، وما شاء الله على هذه القيادة الحكيمة للأميرة جوهرة بنت آل سعود وفارس هذه النخبة السيد الشريف العجلاني، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة النوعية التي اختارتها الدكتورة أمل. فالدكتورة لا تنتقي إلا ما يشبهها في عطاءاتها. شكرا لك دكتورة أمل على هذه الاستضافة النوعية للسيد قناص السوار المدير التنفيذي لجمعية مرضى السرطان. ما تقومون به سيد قناص عمل علمي جبار ومشرف جدا للعالم العربي. سؤالي سيدي، كيف يمكن تعميم هذه التجربة في مجال البحث حول السرطانات في العالم العربي؟ لأنه لا يخفى عليكم أنه لا يخلو بيت واحد من مصاب واحد أو أكثر بهذا المرض الخبيث. سؤالي الثاني، كيف يمكن الاستفادة من البحوث التي تشرفون عليها، وهي كما ذكرتم 13 بحثا،
وهل لديكم مجلة خاصة بالبحث العلمي أم تظل هذه البحوث حكرا على جامعات المملكة فقط؟ سؤال أخير وهو هل لديكم جهات في العالم العربي تتواصلون معها في إطار تبادل الخبرات العلمية وتشجيع البحث العلمي في الجامعات العربية؟ شكرا لكم سيد قناص على هذا العطاء المشرف. شكرا أختك من الدكتورة لطيفة مخلص من دولة المغرب. يا سيدتي أهلا بأهل المغرب، وأنا ليس سيد، أنا خادم لهذه الفئة ولست سيدا فيها أبدا، بالعكس الخادم أجمل، لأن الخادم يقدم لهذه الفئة شيء الكثير وتستحق منه شيء الكثير. بالنسبة للتعميم هذه الأبحاث، أنا أي جمعية تشتغل في أي دولة تتصل فينا نزودها بالأبحاث والبروزل ويشتغلون عليها ونشتغل حلوة، ما عندنا مشكلة. يعني هذا العكس، هذا شيء جميل ورائع أنه الفكرة تنتشر ومن خلالكم. بالنسبة للأبحاث تنشر في مجلات علمية محوكمة وراح ننشرها هنا وراح تطلعون عليها كلكم، بالعكس يشرفنا. وإذا كان عندكم يا سيدتي اتصلي فيني على الخاص، وإذا كان في عندكم جمعية تقوم بهذا العمل نقدر نرسلها كل البروبوزل حق الأبحاث، والأبحاث هذه يطبقونها عندهم ويتواصلون مع الباحثين الرئيسيين، ويكون عندنا دراسة متكاملة، وبشرط أن يكون هناك ناس يدعمون هذه الأبحاث لديكم، وما عندنا مشكلة. بالعكس، إن التجربة بدها تكون رائدة في كل مكان في العالم العربي. أنا شفت الدكتورة تقول هذا آخر سؤال. نعم يا سيدتي، أولا شكرا لكم فردا فرد، شكرا لسمو الأميرة أنشأت جامعة تلاميرة نورة وأسست الكثير من المعاهد والكليات، والآن تعمل وتشرف على هذا النخبة الثقافية العربية الرائعة الرائدة على هذا الفكر الجميل الرائع. شكرا لكم فردا فردا، وشرفني اليوم أني أكون جزء منكم. أملي أني أكون ضيف خفيف، لم أكن ثقيلا على أحد. بالنسبة لأبحاثنا جاهزة لأي جمعية في أي دولة عربية تتواصل معنا، نعطيها هذه الأبحاث والبروبوزل، وفرصة من خلال هذا المنتدى أن تكون هذه الأبحاث منتشرة في كل العالم العربي، مش المشكلة، بالعكس شيء فخر لنا جميعا. بالنسبة لي أنا لست طبيبا، ولكن أنا أحمل ثقافة الأعمال، وهي من خلال الزراعة بدأنا الغذاء الصحي، ومن خلال الرياضة يكون عندنا جسد صحي، ومن خلال العلم النفس وعلم الاجتماع نوفر السكن، نوفر الألوان المناسبة للمريض حتى نجعله يعيش في بيئة طبيعية يعيش فيها. شكرا لكم جميعا، شكرا للشريف الرائع الذي يحمل من اسمه ومن ينتمي له الشيء الكثير. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل من شارك معنا، شكرا لمن لم أستطع أن أجيبه بما هو يستحق، شكرا لكم جميعا، وأملي أني أكون أوفيت ما طلب مني. والنعم يا شاه القضاء، أنا ترى طالب في مدرسة الدكتور عبد الرحمن القضاء، كثر الله من أمثاله، كما أنا فخور فيه، وما زلت ذاك الطالب النجيب الذي يقول له شكرا عندما يحل اسمه في أي مكان. كل السعادة والصحة في الدنيا بدايتها الرضا والقناعة، وقوة الإرادة والتفاؤل والأمل في رب العالمين وقضاءه، لنرضى بأقدارنا ونعارك عسر الحياة وداءها أن أصبنا، ونساعد بعضنا معنويا وروحيا وطبيا وماديا من يكون مصابا، ونسعى لتحفيز روحه ليتقبل مصابه ويتعافى بإذن الله. باسم سمو الأميرة وباسم مؤسس المنتدى وباسم كل الأعضاء، أشكر ضيف الكريم سعادة اللواء على تقاسم تجربته وعلى حسن تفاعله مع الأسئلة المتعددة التي طرحها الأعضاء، ونتمنى أن نستقبله مرات عديدة داخل منتدانا. وشكرا لك سعادة اللواء قناص آل سوار. شكرا لكم جميعا، وأنا بالخدمة وجاهز لأي لحظة وما يطلب مني، أو أن يكون جزء منكم في أي شيء أنا حاضر ويشرفني ذلك. وإن شاء الله عندما تأتي هذه البحوث وكلها سأنشرها لكم، وسيكون لنا
لقاء ثري من خلال هذه البحوث مع الأطباء والدكاترة اللي قاموا بها إن شاء الله. وعدكم وعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أخواني وأخواتي النخبة الثقافية العربية، سعادة اللواء قناص آل سوار، أولا أشكرك خالص الشكر والتقدير والمحبة على أن منحتنا من وقتك هذا الوقت وهذا العطاء وهذا الفكر وهذا العمل الإنساني العظيم الذي لا شك أن الله سبحانه وتعالى بإذنه تعالى سيجزيكم خير الجزاء. أخي الغالي، هذه أمسية نوعية فعلا في النخبة الثقافية، ومن أجمل الأمسيات التي فعلا أقيمت في هذا المنتدى. نشكر أختنا الفاضلة مهندسة أمل على أن أتاحت لنا الفرصة أن نلتقي برجل بقامة سعادة اللواء قناص. نشكر صاحبة السمو الدكتورة الجوهرة حفظها الله، طبعا من البداية هي شكرها واجب، التي عملت معنا كثيرا لنرتقي بأمسيتنا الليلة ونرتقي بفكرنا ونلتقي بهذه القامة العربية الرائعة جدا والنموذج الجميل جدا، أهل نجران العطاء منذ القدم، أهل نجران أهل كرم. وأنا زاملت إخوة لي في بريطانيا من أهل نجران، وما أجمل أهل نجران وما أكرمهم، وهم لا زالوا جيراني في هذا الوقت. الحقيقة الشكر قليل جدا نقدمه لأخينا سعادة اللواء قناص، وأنا أقولها حقيقة وبصدق، لم نقتنع ولم نكتفي بهذه الأمسية. هذا الرجل لديه الكثير والكثير لنستفيد منه، نستفيد منه ويفيد المجتمع العربي، كما لاحظت تفاعل من العراق إلى المغرب، تفاعل قوي جدا ويريدون المزيد، وقد وصلتني كثير من رسائل تطالب بأمسيات أخرى، ومرحبا بك. والارتباط صاحبة السمو الآن حفظها الله أنابتني في تكريم هذا الرجل العظيم هنا سعادة اللواء قناص آل سوار، ونمنحه شهادة النخبة باسم صاحبة السمو حفظها الله. وقد أنابتني صاحبة السمو أن يهدى هذا الرجل كتابها محطات في حياتي مع الإدارة، وسيصله بإذن الله قريبا إلى منزله. شكرا أخي قناص، والشكر قليل حقيقة يعني، والشكر أيضا لنخبتنا جميعا، ونعتذر أيضا لعدم تواجد مدير المجلس الليلة ومدير مجلس الإدارة سعادة المستشار بالرئاسة بدار الرئاسة بمصر الدكتور أسامة. حقيقة استمتعنا جميعا واستفدنا كثيرا، ونريد الكثير حفظكم الله، فأهلا وسهلا بكم. شكر لك بروف محمد، والشكر لسمو الأميرة الله يحفظها ويطول عمرها ويكثر من أمثالها. شكرا لكل من شارك في هذا المنتدى، شكرا لكم جميعا، وأنا تحت الخدمة في أي أمسية أخرى في هذا المجال، ويشرفني أن أكون من ضمنكم، ويشرفني أني نكون لدينا ما نعطيه ولدينا ما نقدمه لكل
إنسان على وجه الكرة الأرضية. بالنسبة لمن شارك معنا من كل الدول العربية، أنا أقولها لكم الأبحاث موجودة لدينا، وسيسعدنا ويشرفنا نقدم لكم البروبوزل لكل بحث للجمعيات الموجودة في الدول الأخرى، وسنحظى ومستعدين بقراءتها ودراستها وتصنيفها وتسجيلها. بالعكس شرف لنا والله العظيم، اليوم هذا يوم أسجله في حياتي، يوم جميل جدا، وأنا سعيد بكل واحد منكم. تلفوني موجود لديكم، من يتواصل معي سيجدني أقرب من رمش عينه لعينه حقيقة. الله يكتم أمثالكم ويطول أعماركم إن شاء الله. شكرا لهذه الشهادة، فقد منحتوني الشهادة ومنحتوني التكريم من استقبالكم وعطائكم وأدبكم وأخلاقكم. كم أنا سعيد بكم وسعيد بأمثالكم، وصدقا وحقا بكم سيكون هناك نخبة جميلة جدا تنثر العبير في كل مكان في أرجاء وطن العربي. كتاب سمو الأميرة وإهداها شرف لي ويشرفني بكل حرف فيه وبكل ورقة فيه وبعدد ما ضمه من الحروف والكلمات والعبارات والتاريخ والإداري، أن أقول لها شكرا بعدد كل ما في كتابه. ما هو انطباعي عن النخبة العربية؟ اسمها النخبة، وتشرف عليها من فتحت آفاق للعلم والمعرفة، وأصبح من أعمالها أكبر جامعة على مستوى العالم، وفتحت آفاق جميلة جدا. وهناك بروف أسسها ويعمل عليها، وهناك مستشارين ومن كل دول العالم، أطباء ودكاترة مفكرين وباحثين وأدباء، لهم مني كل التقدير. أنا اليوم في بحركم أبحرت، وبسفينتي لقلب كل واحد منكم نهلت، من صفائكم وفكركم وأخلاقكم وأدبكم، فأسمحوا لي أن أكون طالب في مدرسة كل واحد منكم. شكر والله دكتور منصور لك ولأمثالك، كلماتك لجمعية رعاية ستكون وسام على قلب كل واحد يعمل في هذه الجمعية. كما أنا فخور فيك وفيما كتبت، وفخور بوجودي معكم. أسعدتنا سعادة اللواء، كان لقاء رائع جدا، والحقيقة يعني استمتعنا بهالساحة العطاء الإنساني الجميل، وما شاء الله عليك يعني باقة من المهارات وباقة من الملكات، ولا يسعنا إلا أن نشكرك وندعو لك بالتوفيق، ونقول جعلك الله كالغيث أينما حل نفع. الأخت أمل، أخذتي من اسمك الكثير، فكل حرف من اسمك له معاني فيك. شكرا لك، أنت كيان بذاتك وكون لا يعيش فيه إلا أمل. شكرا لإدارتك وأدبك وأخلاقك وهذه وإدارة هذه الأمسية بهذا الذكاء والفراسة والرقي. ذلك الله يكثر من ذلك وطول عمرك عن بهم جميعا. شرفني هذا العدد وهذا الكم وهذه النخبة الجميلة جدا، يعني يشهد الله علي كم أنا سعيد في قضاء هذه الساعات معكم، ومما سمعته وقرأته عن كل واحد منكم، كم أنا سعيد، جدا سعيد، فعلا سعيد. الإهداء سيكون سام على صدر كل واحد منا في جمعية رعاية مرضى السرطان، وعلى كل متطوع يعمل فيها، وسيكون داعم ومحفز للجميع، كما أنه يحتوي كلمات تخاطب الذين يعانون من هذا المرض، وسيكون لهم إن شاء الله بلسما، لأنه يحوي من التحفيز النفسي والأدبي والأخلاقي شيء كثير. أخي سعادة اللواء قناص، يعني يجدر بي الآن أن يعني أتحدث بكلمة عن النخبة. النخبة ثقافية، منتدى يختلف تماما عن أي منتدى، ووضع له هدف معين، ألا وهو الثقافة. نحن نبتعد
تماما عن السياسة وعن المواضيع الفقهية دينية ثقافية إلى آخره، وابتعدنا تماما وعن الرياضة وعن كل المواضيع التي تسبب الحساسية بين الأعضاء. لذلك نحن أصبحنا أسرة واحدة، تجد أهل العراق يحبون كثيرا أهل المغرب، تجد أهل عمان والإمارات يتفاعلون بحب مع أهل مصر، تجد أهل سوريا في تفاعل وجمال وحب ورقي مع أهل السعودية وباقي البلد، كل البلدان العربية، وكذلك من باقي الدول عندنا من فرنسا ومن الهند ومن موريتانيا، من كل البلاد العربية الحمد لله البكر موجودة عندنا. نحن أصبحنا فعلا أسرة عربية، نموذج فريد جدا الآن وعلى الواقع وليس افتراضي. عندما تذهب إلى مصر ستجد أهلك في مصر يستقبلوك ويحتفوا بك ويسهل لك كل عسير، عندما تذهب إلى المغرب ستجد أهل المغرب في انتظارك، عندما تذهب إلى العراق هكذا، وفي كل الدول العربية الإمارات عمان كل الذين موجودون في المنتدى هم نخبة النخبة، والحقيقة نحن أصبحنا أسرة واحدة، حتى أن كثير منهم قال عبارة مشهورة: لقد حققت النخبة ما لم تحققه جامعة الدول العربية من المحبة والاتحاد والأخوة الصادقة فعلا، وأصبحنا فعلا نخبة ثقافية عربية. وأنا أجزم لك أخي أنها ليست افتراضية، لأننا أصبحنا نعرف بعضنا أكثر وأكثر، والتقينا كثيرا وألتقوا كثيرا. شكرا لكم جميعا، وهذه من المعلومات حبينا نضيفها، حفظك الله سعادة اللواء. في هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تخيل هذه الأخلاق زرعناها في حياتنا، في أطفالنا، في كلماتنا، في كتبنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، في الطريق، في كل مكان، في نتقابل معه أو إنسان نتقابل معه أو نتعامل معه. من هذه الأخلاق هي الثقافة. الثقافة بعيدا عن السياسة والأديان والمذاهب والأعراق والأماكن، فهنا الثقافة هي تجمع العقول لتتشابك لزيادة المعرفة. عندما نجد في علبة الكبريت عددا من أعواد الكبريت متساوي فيها الرؤوس ومتساوي فيها الأجسام ومتساوي فيها الحجم ومتساوي فيها المقاس، إذا احترق واحد منها احترقت كلها. وعندما يكون هناك ثقافات متخالفة ومشارب متجددة ومن كل مكان تنبع، تجد في الثقافة استدامة وإدامة ومعرفة، وكل واحد منهم يستمد الثاني ويعرف من الثاني. أنا اليوم جزء من كل واحد موجود فيكم من أي دولة إن كان أو من أي مكان إن كان، وأتشرف بذلك، لأن لكم للعقل في نخبتكم مكان وللحرف في نخبتكم تواجد. هذا العلم والمعرفة والوجود الجميل الرائع والتفاعل من كل الدول العربية أو دول العالم الإسلامي شيء جميل، ومن كل دول العالم اجتمعت من أجل هذه الثقافة. يشرفني أن أكون جزء منكم، ويشرفني ما سمعته، وبيض الله وجهكم وكثر الله من أمثالكم والاستدامة لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أود أن أتوجه بكامل الشكر والتقدير لأختنا الفاضلة المهندسة أمل، وهي فعلا مهندسة، فقد اقتنصت لنا هذه الأمسية القيمة والتي أطرها فاضلة الدكتور القناص في موضوع مهم ومهم جدا. أسأل الله تعالى أن يبارك في علمه وفي مجهوداته. عندي سؤال: كيف يمكن للجمعيات أو للمعنيين بهذه الأمراض أن يقدموا نوعا من الدعم النفسي لفئة المصابين خاصة بالنسبة للنساء؟ فلا يخفى أن المرأة بشكل عام اليوم عندها هوس كبير، هوس الخوف من هذا المرض ومن تبعاته، فكيف يمكننا أن نسهم في نوع من الدعم النفسي والاستقرار النفسي
خاصة بالنسبة للمصابات بهذا المرض الذي نسميه الآن مرضا خبيثا. وخاصة أن هؤلاء النسوة يعني يحتاجن إلى نوع من الدعم النفسي، سواء من الأسرة أو من الخبراء والمتخصصين. وبالتالي نحتاج فعلا إلى مجموعة من الآليات التي تمكننا من تحقيق هذا الدعم. هو حقيقة ليس للمريضات فقط، بل أحيانا هناك هوس وخوف من هذا المرض حتى عند غير المصابات به. أنا أتحدث هنا عن المرأة بشكل عام، وأنا أعي أن المرأة تعاني بشكل كبير من هذا الخوف ومن هذا الهلع. هل لازال فعلا هذا المرض يشكل هلعا مع حققه التطور الطبي في هذا المجال؟ كيف يمكن أن نسهم في هذا الاستقرار النفسي؟ كيف يمكن يعني أن نخفف من معاناة أولئك الذين ابتلاهم الله عز وجل به؟ وشكرا جزيلا، مع تحيات الخلافة متوكل من المغرب. شرفني يا دكتور، لا إن شاء الله أنا بنتواصل معها حتى في وقت إن شاء الله إذا خلصت من الفترة حقت التطعيم. يشرف أمرك، كثر خيرك. بالعكس أنا اللي أنهل من كل واحد منكم، ما يعني شرفني الله به في هذا اليوم. أمارك ويكثر خيرك ويستر عليك ويكثر من أمثالك يا طويل العمر. أنا اللي فخور وخير تكريم تواجدي معك. أمرك دكتورة جميلة، أنا اللي أنتابني إحساس جميل جداً بوجودي طالب في مدرسة كل واحد منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نخبتنا الثقافية الجميلة الرائعة، حقيقة يعني أنا أرجو الاعتذار لأنني كنت مشغول الفترة اللي فاتت، شغل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إن شاء الله تعالى أبشركم بتطورات حصلت جديدة في الفترة اللي فاتت إن شاء الله تعالى في فترة قريبة جدا بإذن الله تعالى. لكني باختصار كده علمت بهذه السهرة الثقافية، وكما عودنا علمنا وأستاذنا الكبير الدكتور العجلان وسمو الأميرة الجوهرة بيقدموا لنا حاجات حقيقة يعني أحيانا كده أختلس بعض الوقت و أبتدي أنظر فيما أقيل وقد حدث في النخبة. على سبيل المثال اليوم معالي اللي هو الدكتور، الحقيقة أنا ما تشرفتش بيه، لكن من خلال سمعت بعض التسجيلات أدعو الله أن ربنا يبارك في عمره وصحته، وهو إضافة للنخبة معالي الدكتور القناص. أتمنى أنه يكون نداء لسمو الأميرة ودكتور العجلان أن احنا نحدد يوم نلتقي فيه، مرة في السعودية، مرة في المغرب، مرة في القاهرة، مرة في عمان، في كل الوطن العربي أسرة واحدة كمثال يحتذى به. فعلا نخبة ثقافية ليس لها مثيل ولن يكون لها مثيل بإذن الله تعالى، في التواضع، في الاحترام، في التبادل، في الثقافة، في كل شيء، وكلنا بنكمل بعضنا البعض. أدعو الله أن ربنا يبارك فيكم جميعا، وكم أنا سعيد بوجودي معكم، وأرجو الاعتذار مرة تانية على عدم اشتراكي في الفترة القادمة، لكن إن شاء الله تعالى قريبا هكون متواجد معكم بإذن الله تعالى. دكتور رضا محمد السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضا، أنا من المتابعين لك حقيقة، وأنت من القامات الأدبية والعلمية والثقافية والمفكرين اللي لهم داخلي شيء كبير جدا، ويشرفني هذه الكلمات منك لشخصي الكريم لأني طالبا في مدرستك الجميلة والرائعة. الأمل كلمة جميلة في جميع اللغات، بلسم في أقصى الظروف، هنا بوح المشاعر، ليست محاضرة إنها حروف، حروف هامسة من القلب إلى القلب، هنا وبالقرب من السرير الأبيض سوعة الصابرين وتاج الإيمان المتلألئ على رأس الساهرين. لأجل ذلك، ولأجل ذلك الطريق حيث التفاؤل الذي يضاعف القوة ويمنح المناعة في
في مدار العروج. في كل مكان يحتاج الإنسان إلى إحساس رهيف ورفع معنويات لطيف من أجل رهشة حلم عظيم. الأنبياء لم يعيشوا حياة سهلة، حياتهم مليئة بالعقبات والصعوبات. منهم من أودي في أهله ونفسه، ومنهم من فتك به المرض، ومنهم من خانه المقربون. في سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار مثال من الوجع والأذى مرة تلو الأخرى، ولكنه صبر واحتسب. أنتم سفراء الأمل، أنتم أشجار النخيل الباسقات تتجلى تمتمات شفاهكم آذان، ويتوهج النور في وجوهكم، وتنبت الورود في حدائق صدوركم. لم تشتكوا، لم تتذمروا، فلكم فضل الريادة. هنيئا لكم، فقد ربحت تجارتكم مع الله. ابتساماتكم في الأوقات الصعبة دليل يقينكم، فكم من طبيب أدهشه صبركم وبهره صنيعكم. فلم تكن المعركة بين الأجساد والعقاقير، بل الإيمان والصبر والأمل. لم يكن نصف معركة، بل كان الإشراق والفوز واليقين والفتح المبين.